في ظل وتيرة التطور المتسارعة التي تشهدها كرة القدم في الآونة الأخيرة، كان لابد من تكثيف الجهود خاصة من طرف المسؤولين من أجل مواكبة هذا التطور كي تحافظ اللعبة على متعتها ورونقها. وهذا بالفعل ما سعى للوصول إليه القائمون على مؤتمر دبي الرياضي الدولي في نسخته الأخيرة. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد منهاج العمل اللي هو حاطه في برنامجه وتخطيطه، واليوم تكلم عن الحوكمة، وهي طبعا عنصر أساسي في عملية الإدارة الحديثة الشفافية، أيضا اتطرق عليها. بجانب ذلك اتطرق رئيس الاتحاد الدولي إلى رؤيته هو بالنسبة لكأس العالم وضرورة وصول إلى عدد 48 فريق. عدد من رؤساء الأندية والاتحادات والمدربين واللاعبين من نجوم اللعبة اجتمعوا في إمارة دبي ليعرضوا أفكارهم ومقترحاتهم ويشاركوا الآخرين ما اكتسبوه من خبرة في عالم المستديرة كي يرتقوا بها على كافة الأصعدة. إنه لأمر صعب أن تتعلم كل شيء في لقاء واحد، لكن يمكنك أن تستفيد حول أصعدة عدة. إنه لمؤتمر مهم لأنني تعلمت فيه الكثير. عديد المشاكل والانتقادات باتت تعصف بكرة القدم، ومن أهمها المغالاة في أسعار اللاعبين وقيمة عقودهم في بعض الدول والأندية، إضافة إلى المشكلة الأزلية في عالم كرة القدم ألا وهي التحكيم. كل هذه النقاط وغيرها الكثير كانت على طاولة نقاش المؤتمر هذا العام. بعد اللغط الكبير الذي شاب كرة القدم في الآونة الأخيرة، كان لابد وأن توضع بعض النقاط على الحروف، وذلك من أجل تصحيح مسيرة اللعبة الشعبية الأولى في العالم، وهذا ما سعى مؤتمر دبي الرياضي الدولي إلى تحقيقه في نسخته الحالية. وفصقار بي إن سبورتس دبي.